بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني هنتكلم إن شاء الله بإذن الله تحت العنوان Editing Characters. يا شباب، بعد ما بنبتدي نضيف الكاركتر بتاعنا ممكن نعملها Editing زي ما احنا عايزين، فري فورم. لو ضغطنا عليها كليك واحد بس هنلاقي عندي قائمتين، قائمة اسمها ديزاين وقائمة اسمها فورمات. القائمة ديزاين ممكن نخليها تبتدي تمنتج على الكاركتر نفسها وتختار كاركترز تاني، وتبتدي تمنتج على الاكسبريشن بتاع الكاركتر اللي انت كنت محتاجها اللي انت مختارها، وتبتدي تمنتج على البوز بتاع الكاركتر اللي انت مختارها، وتبتدي تغير البرسبكتيف بتاع الكاركتر اللي انت مختارها عشان تلقاها تبص من ناحية او اتجاه معين. ده تخص ب جاست فور ستايل. الناحية التانية طبعا ما بين برينج تو فرونت وسند فور باك، لو انت عايز ترجعها ورا او تصلحها لقدام، ما بين الاينمنت محاذاه، ما بين انت ممكن تجمع مجموعه من الشخصيات مع بعض، وما بين روتيشن ممكن تقلبها باتجاهات مختلفه، كمان انت ممكن تمدج عليها بكروب، ممكن تقص جزئيه معينه منها اذا كنت انت مش عايزها، جاست تضغط على كروب وبعدين تروح تضغط على انتر وترجع على كروب مره واحده تاني، هتلاقي يوصلك الجانب ده. ما بين انت ممكن تغير في الهاي والويتس بتاعها، طبعا لو الاثنين يكونوا اشبك مع بعض الاثنين هيبتدي يتغيروا بشكل واحد. في النهايه طبعا انت ممكن تعمل لها بريفيو. ده واحده من ضمن النقط الجميله خالص الخاصه بالديزاين بتاع الكاركتر ديت. لو رحنا لقائمه فورمات قلنا طبعا مجموعه من الحاجات اللي هي ايه، طبعا الكلام ده كلنا كله احنا فاميليار بيه من النافذه بتاعت، او كله مشابه للقصه بتاعت الوورد والباوربوينت وبقيه برامج الاوفيس، ما بين تغير من الستايل بتاع البيكتشرز وغيرها من الادوات الجميله اللي ممكن تساعدك علشان توصل ل او عشان تخلي الصوره بتاعتك مناسبه للتصميم اللي او بما يتناسب مع التصميم بتاعك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.